المخابرات الأمريكية فضحت تحركا عسكريا لجماعة الحوثي يأتي باتجاه أفريقيا هذه المرة. مسؤولون أمريكيون تحدثوا عن تفاصيل هذه المسألة في 48 ساعة الماضية للCNN الأمريكية، والحديث هنا والمعلومات الاستخبارية قالت بأن جماعة الحوثي قامت بمناقشة إرسال أسلحتها الخاصة بها لصالح حركة الشباب في الصومال. وللوهلة الأولى هذا الأمر يبدو غريبا للغاية، بسبب أن هذه الجماعات هي مختلفة كليا، لا بل أنها متضادة على المستوى الأيديولوجي، ولا يمكن تخيل أي علاقة بأي شكل من الأشكال بين هذه الجماعات والأطراف. ولكن CNN نقلت بأن هنالك نقاط تلتقي بها هذه الأطراف بسبب كل التطورات والأحداث الموجودة على مستوى العالم، هي التي تجعل البراغماتية تتغلب على الصراع الأيديولوجي بين حركة الشباب أو حتى جماعة الحوثي. على سبيل المثال، أن ليس هنالك أي شيء يفصل بين الصومال وبين اليمن إلا مسطح مائي واحد، ألا وهو خليج عدن. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن هذه الجماعات تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية عدوة لها، والولايات المتحدة تضع جماعة الحوثي وحركة الشباب كذلك في قوائم الإرهاب. بالإضافة إلى أن هنالك عمليات تهريب منذ سنين طوال بين الصومال وبين اليمن على المستوى الاقتصادي، وكذلك على مستوى الأسلحة الخفيفة، وهذا هو الذي يجعل الأمور والتطورات بين الطرفين ممكنة والعلاقة ممكنة. وجماعة الحوثي تحركت الآن وبدأت بهذا التوقيت بالعمل على تحقيق مثل هذه العلاقة وإرسال الأسلحة لصالح حركة الشباب، وذلك لتحقيق العديد من المكاسب الاستراتيجية، وخاصة في استهداف خط الشحن البديل للسفن الدولية القادم من رأس الرجاء الصالح باتجاه المحيط الهندي إلى الخليج العربي إلى آسيا، أو العكس تماما باتجاه رأس الرجاء الصالح للوصول إلى البحر المتوسط. وذلك بسبب أن جماعة الحوثي ببساطة منذ نوفمبر العام الماضي حتى يومنا هذا تنفذ الكثير من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، وحاصرت تماما مضيق باب المندب، وهذا هو الذي جعل خطوط الشحن أن تتحرك بهذا الاتجاه مع رفع أسعار الشحن لتتجه إلى البحر المتوسط، إلى أوروبا وإلى إسرائيل دون التعرض إلى أي ضغط. وعلى الرغم أن جماعة الحوثي بدأت فعلا بمهاجمة السفن في المحيط الهندي، إلا أنها لم تنجح هذا النجاح الباهر، على الأقل مقارنة بهجماتها الفعالة للغاية على السفن في خليج عدن أو حتى في البحر الأحمر. هي تهاجم المحيط الهندي ولكن لا تحقق أي ضربات يتم الاعتراف بها أو الأخذ بها، وليس هنالك كثير من التأكيدات. وعلى الرغم أن بعض الطائرات المسيرة والصواريخ فعلا حاولت مهاجمة السفن في المحيط الهندي، إلا أنها ليست فقط غير قادرة على استهداف هذه السفن، ولكن المشكلة أن هذه السفن في نفس الوقت أيضا نوعا ما بدأت تبتعد. بعض الصور من الأقمار الصناعية أوضحت بأنها نوعا ما تبتعد لتصبح أبعد على مديات الصواريخ والطائرات المسيرة الخاصة بالجماعة. وهنا تأتي أهمية ما تبحث عنه جماعة الحوثي، ألا وهو إرسال أسلحتهم وصواريخهم البالستية وطائراتهم المسيرة لحركة الشباب الموجودة في الصومال، والتي تمتلك سيطرة لا بأس بها على سواحل المحيط الهندي، وبالتالي أسلحة الجماعة تقترب، تصبح هذه الأسلحة قريبة على مستوى المديات، وبالتالي تتمكن من مهاجمة السفن بشكل أدق، وهذا هو الذي سيحقق في نهاية المطاف ضربات أخطر، على الأقل إذا ما استخدموا الطائرات المسيرة كبداية في ضرب خط الشحن الذي نراه هنا، وهذا هو الذي سيحقق المكاسب الاستراتيجية التي نتحدث عنها. هو الأمر الذي سيؤدي إلى الضغط بشكل كبير على خط الشحن البديل الذي نراه هنا، وسيفتح ضغطا هائلا على مضيق هرمز دون حاجة إيران إلى التدخل لإغلاق هذا المضيق تماما، وأيضا يفتح باب الحصار من قبل هذه الجماعات، جماعة الحوثي أو برغبة إيرانية مباشرة على البحر المتوسط، إذا ما استهدفوا على سبيل المثال كل السفن التي تتجه إلى إسرائيل إلى حيفا بهذا الطريق
أو حتى طبعا السفن الإسرائيلية، وبالتالي يغلقون كل الطرق والموانئ الإسرائيلية، وهو يفتح الباب أيضا للضغط على أوروبا بأكملها. وعندما نتحدث عن مضيق هرمز واستهداف هذا الخط، هو ببساطة سيؤدي إلى رفع أسعار النفط والبترول بشكل عالي ومخيف، وكذلك سيؤدي إلى رفع أسعار الشحن بشكل هائل، وبالتالي حرب كاملة ممكن أن تندلع بسبب هذا الحراك الذي نتحدث هنا عنه، بسبب طبعا نقل الأسلحة إلى هذه الحركة وهي حركة الشباب في الصومال، وكذلك ويفتح الباب لهذه الحركة أيضا أن تقوم باستهداف خليج عدن هنا. واستهداف خليج عدن قد يغير الكثير من الأمور أيضا بالنسبة لجماعة الحوثي، ممكن أن تكون الاستهدافات مؤثرة على السفن في هذه المنطقة، وأيضا أن يكون هنالك استهدافا من اتجاهين من جبهتين، على من؟ على حلف أسبيديز الأوروبي وحلف حارس الازدهار كذلك، وبالتالي ستشكل هذه المسألة مشكلة جديدة. وهنا تأتي المنفعة لجماعة الحوثي، ليست فقط في استهداف هذه الخطوط وأن تصبح فعالة بشكل أكبر، لا أبدا، بل إن المسألة الأساسية من هذه القضية إن جماعة الحوثي ليست الوحيدة التي تقوم بهذه الهجمات، بل الآن الغرب سيكون أمام جبهتين، وبالتالي تخفيف الضغط الموجود على جماعة الحوثي في هذه المنطقة من ضربات ومن عمليات مثل عملية بسايدن آرشر التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على جماعة الحوثي، الآن سيكونون في مشكلة أيضا مع حركة الشباب إذا ما تحققت هذه المسألة، والولايات المتحدة ستنشغل بصراع جديد، وهذا هو الذي سيخدم في نهاية المطاف الجانب الإيراني، سيحقق خدمة كبيرة بالنسبة لهم، لأن هنالك صراع جديد فتح بهذه المنطقة، وكذلك ويفتح بابا لجماعة الحوثي أن تصبح الجماعة المفضلة لدى إيران، ممكن أن تتحصل على الأموال كما تحدثت CNN الأمريكية بسبب هذا التطور وحراكها باتجاه حركة الشباب، بالتالي تزداد قدراتها التسليحية، وأيضا تستفيد أيضا على مستوى، عندما نتحدث عن حركة الشباب تستفيد على المستوى الداخلي أيضا في مواجهة من؟ في مواجهة الحكومة الصومالية بالدرجة الأساس، وكذلك أيضا في استهداف القوات الأمريكية، نتحدث هنا عن ما يقارب 480 جنديا أمريكيا متواجد في الصومال، أيضا من الممكن أن تستهدفه، وبالتالي توسع من رقعة سيطرتها، تزيد من نفوذها في هذه المنطقة، وخاصة أنها توصف الحكومة الصومالية بأنها عبارة عن حكومة كدمية للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي مكاسب داخلية ومكاسب خارجية كبيرة للغاية بالنسبة لحركة الشباب وجماعة الحوثي. لكن هنالك مشكلة في كل هذه القصة التي نتحدث عنها، ذكرتها وذكرها المسؤولين الأمريكيين للCNN، هو أنهم ليسوا متأكدين ما إذا كانت إيران متدخلة بشكل مباشر بهذه القضية، أي أنهم ليسوا متأكدين من أن إيران أعطت الأوامر لجماعة الحوثي لتحقيق هذه العلاقة ومناقشة إرسال مثل هذه الأسلحة لحركة الشباب، وكذلك ليس واضحا لهم إذا ما كانت جماعة الحوثي فعلا أرسلت عددا من الأسلحة لحركة الشباب للاستعداد لتحقيق مثل هذه الهجمات التي نتحدث عنها، ولكن النمط هو نمط إيراني بحت، ولم تستبعد أبدا المعلومات الاستخبارية في CNN الأمريكية أن يكون هنالك ترابطا في عملية وصول الأسلحة ووصول العلاقة بهذه الطريقة، وقد تكون واحدة من الأدلة التي ممكن أن نرى فعلا أن إيران خلف هذه المسألة هو عدد من التقارير التي صدرت مؤخرا والتي أكدت منذ عام 2020 بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت أن هنالك علاقة سرية بدأت بين إيران وحركة الشباب بشكل مباشر في يوليو من عام 2020، طبعا في 24 من فبراير من عام 2020 بدأ الهجوم والعملية أو بدأت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، مباشرة بأشهر بسيطة جاءت هذه العلاقة مع حركة الشباب، وكذلك خلال هذا العام وبداية هذا العام الفوربس كانت قد وصفت جماعة أو حركة الشباب بأنها جماعة مدعومة من قبل الجانب الإيراني، وليس هذا فحسب، بل إن جماعة الحوثي أيضا مسألة تنسيقها مع الحركات الأخرى في الهجمات هي مسألة حاضرة، مع الفصائل الأخرى هي مسألة حاضرة، وبدأنا نراها مؤخرا، على سبيل المثال جماعة الحوثي نسقت هجوما باتجاه إسرائيل مع المقاومة الإسلامية في العراق، والمقاومة الإسلامية أكدت هذه المسألة، ونفس هذا التنسيق قد تم في 24 ساعة الماضية
عندما تحدث العميد يحيى سريع ببيان رسمي بتعاون مع المقاومة الإسلامية العراقية باستهداف هدفين موجودة في داخل إسرائيل. نتحدث عن أسدود وكذلك عن حيفا، والمقاومة الإسلامية في العراق أكدت هذه المسألة، ونشرت المقاومة الإسلامية في العراق أيضا الصواريخ وهي تنطلق على ما يبدو من الأرض العراقية. هي تعمل طبعا من العراق ومن سوريا، بالتالي ليس هنالك شيئا أكيدا، ولكنهم شاركوا بهذه العملية بشكل مباشر، وكذلك أيضا في نفس الوقت أن أسلحة جماعة الحوثي مؤثرة للغاية. على سبيل المثال ما نشر في 24 ساعة الماضية أيضا، وبكلام واضح من العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي، أكد استهدافا مباشرا لهذه السفينة اليونانية توتور، وأكد أن الاستهداف جاء بصاروخ وضرب هذا الصاروخ هذه السفينة، لا بل الأهم أن الاستهداف جاء أيضا بزورق مفخخ مسير ضرب السفينة للمرة الأولى على الإطلاق منذ بدء جماعة الحوثي بهجماتها في نوفمبر العام الماضي حتى يومنا هذا، والضربة أدت إلى تسرب المياه إلى داخل هذه السفينة، تضرب تماما المحركات وغرفة المحركات الخاصة بالسفينة، وهي قد تغرق بأي لحظة كما حدث مع السفينة البريطانية سابقا. والفاينانشال تايمز أكدت هذه الضربة، والقيادة المركزية الأمريكية أيضا أكدت ما جرى لهذه السفينة اليونانية التي تحمل العلم الليبيري، وكذلك أن جماعة الحوثي أيضا في نفس الوقت أكدت الأسوشيتد برس بأن الجماعة تمكنت من مهاجمة سفينة أخرى في خليج عدن وأشعلت النار فيها، مما يوضح أن الجماعة لا تتأثر أبدا بكل الضربات والضغوط ووضعها في قوائم الإرهاب، لا أبدا، بل إنها تفكر استراتيجيا في إرسال الأسلحة لحركة الشباب والتوسع بشكل أكبر في هذه المنطقة وتحدي الحلف على مستوى عالي للغاية. كل هذه التطورات والنقاشات والحركات الاستراتيجية تأتي في ظل أن الحرب في قطاع غزة لا زالت مستمرة، ليس هنالك أي هدنة نهائيا، بالإضافة إلى أن الوضع مع جنوب لبنان وشمال إسرائيل يزداد سوءا يوما بعد يوم. على سبيل المثال اليوم ظهر هذا اليوم كان هنالك هجوما من حزب الله اللبناني على شمال إسرائيل على الجولان على الجليل الأعلى ب 150 صاروخا وطائرة مسيرة، وكذلك من الأسلحة المضادة للدروع قد استخدمت بهذا الشكل كما تلاحظون، وكانت هنالك لقطات للنقاط التي ضربها أو تمكن حزب الله من ضربها في شمال إسرائيل، كما نلاحظ العديد من اللقطات حزب الله يحرق الأراضي الإسرائيلية، إسرائيل تحرق الأراضي الموجودة في جنوب لبنان، والعالم في إنذار كبير فيما ممكن أن يحدث هنا في هذه المنطقة. وطبعا الهجمات من حزب الله تبدو الآن متصاعدة بشكل كبير، خاصة بعد اغتيال إسرائيل لطالب سامي عبد الله ووقائد كتيبة النصر في حزب الله اللبنانية، الكتيبة المسؤولة عن المنطقة التي تريد مهاجمتها إسرائيل ما بين النهر الليطاني وما بين الحدود أيضا مع إسرائيل، وواحدة من المؤشرات على الحرب في المنطقة قد يكون ما نشرته وما نشره موقع أكسيوس عن لقاء قد تم في المنامة في البحرين للجنرالات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وهي بحضور إيريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وهيرتزي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في المنامة، بحضور الجنرالات من كل هذه الدول العربية التي نراها أمامنا، بالتالي هنالك تنسيق كبير وعالي المستوى وقلق هائل للغاية. وأيضا قائد الجيش اللبناني من المفترض أن يكون في واشنطن الآن من أجل النظر في العديد من المسائل التي ممكن أن تتطور في الفترة القادمة، تطورات غريبة وكبيرة وممكن أن تشكل تحولاً هائلاً في منطقة الشرق الأوسط بل حتى على أفريقيا.